اليوم ده نتكلم عن ارخص ايفون ممكن تشتريه في نهاية 22 وبداية 2023، والهاتف ده بيديك تجربة ممتازة بالنسبة للناس المحتاجين هاتف بسعر متوسط، وللناس الداخلين اول مرة شركة ابل محتاجين يجربوا الهواتف بتاعتها، هيديك تجربة ممتازة. السلام عليكم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ان شاء الله طيبين واموركم طيبة. اول حاجة هنتكلم عن هاتف ايفون اكس ار. الهاتف ده قال لي بسعر ممتاز جدا وبديك تجربة ممتازة. طبعا ما حنفصل في الميزات بتاعته القديمة انه بيتكون من كده وكده، ما حنخش طبعا في التفاصيل الدقيقة بتاعت انه مكوناته من كده ومن كده، لكن حناخد شنو بعض المميزات وممكن بعض العيوب لبعض الناس. اول حاجة قال لي من المميزات بتاعته انه التصميم بتاعه ممتاز، انه من الامام ومن الخلف من الزجاج محاط بشنو بطبقة من الالومنيوم، والاطار بتاعه من الالومنيوم. مش الشكل طبعا ممكن يكون لبعض الناس ما جميل، لكن التصميم بتاعه ممتاز. ثاني حاجه قال لي من المميزات بتاعته انه مقاوم للماء والغبار، طبعا دي ميزه احتمال ما تلقاها في نفس السعر بتاع الهواتف دي. وقال لي الميزه الثالثه المعالج بتاعه اللي هو A11 بايونيك. هنا المعالج ده بيديك تجربه ممتازه جدا بالنسبه للفئه السعريه، بيشغل لك معظم التطبيقات حتى التطبيقات الصغيره، وبيديك برضو العاب جودتها كويسه، ما عنده اي مشكله من الناحيه دي. قال لي تاني من الميزه بتاعته انه يدعم لي التحديث، يعني التحديث بتاعه لسه ما وقف والدعم بتاعه شغال لحد 2024، يعني لسه التحديث بتاعه حيكون شغال. الميزه الثانيه اللي هي بتجري في الكاميرا. هنا طبعا الهاتف ممكن يكون عيب لبعض الناس لانه مكون من كاميرا واحده اساسيه، لكن احنا ما بنتكلم عن عدد الكاميرا، بنتكلم عن الجوده بتاعت الكاميرا. طبعا الكاميرا بتاعته الصور بتاعتها ممتازه، ولكن في هواتف في نفس السعر تديك شنو صوره افضل، لكن احنا هنتكلم عن الفيديو بالذات. طبعا الهاتف الكاميرا بتاعته بتجيب 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8، تديك تصوير ممتاز حتى 4K 60 اطار، ودي ميزه ممتازه جدا للفئه السعريه دي. وهنا لو انت كنت مبتدئ او حاب تصور محتوى، الكاميرا دي هتكون معاك ممتازه جدا. اذا الميزه بتاعت الكاميرا بتاعته حتى لو كانت واحده التصوير بتاعها ممتاز جدا في الفيديو. في بعض النقاط ممكن تكون عيوب لبعض الناس وممكن تكون عاديه، اللي هي مثلا زي الشاشه. الشاشه طبعا حجمها 6.1، ممكن في ناس بيشوفوها صغيره لكن هي مناسبه لبعض الناس، لكن الدقه بتاعتها اتش دي ممكن تكون عيب لكثير من الناس، لكن لو انت ما بتفرق معك الحجم والدقه والتردد ممكن عادي الموضوع يكون معك ما هو مشكله. ثاني حاجه قال لي الشحن بتاع الهاتف. طبعا في ناس الشحن ممكن يفرق معهم كثير، لانه الشحن بتاع الهاتف ده قال يدعم حتى 18 واط، بالنسبه للمستخدمين العاديين ما مشكله كبيره، ممكن لكن لبعض الناس يكون لهم مشكله. ثاني حاجه ممكن تكون عيب لبعض الناس اللي هو البطاريه بتديك من 4 ساعات لحد 5.5 ساعات. طبعا دي ممكن يكون لبعض الناس مشكله محتاجين 6 أو 7 ساعات، لكن في غالب الناس ممكن تقول لهم شنو ما في اي مشكله. وفي حاجة تانية، لو انت مركز على شكل الهاتف احتمال الشكل ده ما ينفع معك، لكن لو ما مركز مع شكل الهاتف والكاميرا الواحدة، الهاتف بيديك تجربة ممتازة جدا، وبالاخص للناس اللي دايرين يستعملوا ايفون اول مرة، هيكون لهم تجربة ممتازة جدا. اذا ايفون اكس ار تجربة ممتازة بسعر متوسط للناس المحتاجين هاتف متوسط من ابل، وللناس اللي دايرين يجربوا الايفون لاول مرة. أنا كده خلصت كلامي، لو الفيديو عجبك ما تنسى اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة. سلام عليكم.